أهلا بيكم. النهاردة هنفتح ملف مهم جدا في حياة الإخوان المسلمين، وهو ملف العنف والاغتيالات. العنف عند الإخوان المسلمين ما كانش وليد فكرة لأفراد موجودين جوه الجماعة، إنما العنف بدأ عند جماعة الإخوان المسلمين بعد رسالة الجهاد اللي عملها حسن البنا سنة 39، اللي استشهد فيها بثمان آيات و30 حديث عن الجهاد، وأشار إنه المسلمين لازم يجاهدوا. فقال في الرسالة بتاعته: فوجب وجوبا عينا لا مناص منه أن يتجهز كل مسلم وأن ينطوي على نية الجهاد وإعداد العدة له حتى تحين الفرصة ويقضي أمرا كان مفعولا. في الرسالة دي حط مفهومه للسلطة الحاكمة ومفهومه للجهاد، واللي كانت منبع بيستقي منه أغلب الجماعات الإسلامية أو كل الجماعات الإسلامية فيما بعد مفهومهم عن الجهاد والثواب. يعني هو متخيل حسن البنا ان اللي عملته الدوله الاسلاميه الخلافه الراشده وبعدها لم يكتمل، لان الاصل ما يسمى استاذيه العالم. يعني هو كان عايز يسيطر على الكره الارضيه عسكريا وسياسيا، فعايز يقول ان الاسلام السابق بتاع 14 قرن ما كملش الرساله، انما الرساله تكتمل عندما يحكم حسن البنا العالم او الاخوان يحكموا العالم اجمع عسكريا وسياسيا. بالمقال يقول حسن البنا في ادبياته للاخوان: ويوم يكون منكم 300 كتيبه قد اعدت نفسها، فمروني ان اخوض بكم لجج البحار وان اقتحم بكم كل عنيد جبار، فاني فاعل ان شاء الله ولن يغلب 12,000 من قله. وبالتالي هو كان صريحا في الحديث عن استخدام القوة. يقول في موضع آخر: سنستخدم القوة حيث لا يجدي غيرها. وبالتالي هو لم يغلق الباب أمام استخدام القوة أو استخدام العنف، بل كتب ذلك في كتبه، في رسالة التعاليم وفي مذكرات الدعوة أو الداعية، رغم يعني أنه صدر في بداياته ضرورة عدم تسجيل هذه الخواطر والأفكار بهذا الوضوح. في نفس السنة سنة 39 اجتمع حسن البنا بمجموعة من أعضاء الجماعة وبحث معاهم فكرة التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين. الحضر الاجتماع ده كان محمود الصباغ وعبد الرحمن السندي ومصطفى مشهور، يعني مجموعة موجودة معاه وهو واثق فيهم جدا. الاجتماع ده حسن البنا قال لهم: تخيلوا ان سورة القتال اسمها سورة محمد والمسلمين مش عايزين يجاهدوا، يا اخي احنا لازم نجاهد عشان حتى ناخد ثواب الجهاد. الكلام ده اتذكر في مذكرات محمود الصباغ اللي هي بعنوان: حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمين. جوه الاجتماع زي ما قال محمود الصباغ وحكى، حسن البنا خد مصطفى مشهور وخرج بيه بره. هو اعتقد انه بيكلموا عن التنظيم السري وهنعمل فيه ايه وكده يعني. وبالفعل لما رجع حسن البنا أسند إلى عبد الرحمن السندي التنظيم السري. التنظيم السري دوت اللي سماه محمود الصباغ في كتابه الجيش المسلم، وقال لهم لازم إن كل واحد يبدأ يجيب من مصروفه الخاص أو من فلوسه الخاصة مسدس، والمسدس ده هيكون البداية لفتح باب الجهاد ضد الكفار. كل التراث الإسلامية مؤمنة بفكرة لازم دولة إسلامية واحدة تجمع كل المسلمين، وعشان تعمل دولة إسلامية بالمعنى الخاص للدولة الإسلامية فأنت لازم تنقلب على الدولة اللي انت فيها أولا، ثم بعد ذلك تقاتل كل الدول المجاورة ضمها لدولة واحدة. دي الفكرة الأساسية اللي قائم عليها فكرة الإخوان أو أي تجمع إسلامي آخر. هو قال بشكل واضح مرحلة التنفيذ، يعني احنا في مرحلة الإعداد وفي بعدين التكوين وفي بعد كده التنفيذ، وقال جهادة لا هوادة فيه، فهو كان مجهز للقتال بشكل واضح. وكان الصباغ أول واحد دفع 3 جنيه وراح جاب المسدس ده، بما إن في تنظيم خاص وتاريخ التنظيم الخاص موجود في مذكرات ناس كتير جدا. ليه جماعة الإخوان بقى بينكروا دوت؟ الجهاز الخاص موجود من الأربعينات وحتى الآن، يعني أنا لم أجد أنها أنكرت هذا، لكنها تنكر أن الجهاز الخاص يقوم بأعمال عنف، هذا الذي تنكره. لكن وجود الجهاز الخاص محدش أنكره في الإخوان، ده موجود في كل كتب الإخوان وفي سجلاته. اكتمل التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين سنة 40. ساعتها كان موجود حكومة حسين سري باشا. قامت بعض العمليات الإرهابية اللي موجودة في الفترة ديت وموجودة في الكتب، والناس ممكن تدورها هتلاقي الأعمال ديت.
كانت الفترة دي مهمة جدا للتنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين. ليه؟ لأن بدأ ساعتها التدريبات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين عشان إزاي يعملوا قنابل، إزاي يضربوا رصاص، إزاي يبقى عندهم ضحية، وإزاي هم يسيطروا على الشارع في الفترة ديت. يعني بدأ بالفعل التنظيم السري في أولى خطواته اتجاه العمليات الإرهابية ضد مصر وضد الحكومات المتناوبة فيما بعد. اغتيالات اللي حصلت في الأربعينات أنهت وجود الإخوان في مصر تماماً من قبل الحكومة المصرية، فأثر تأثيراً بالغاً سواء اعترف أو لم يعترف، فإن هذه الجرائم اللي ارتكبت في حق شخصيات متنفذة في الدولة قلبت نظام الحكم في مواجهة الإخوان، وقضت الدولة على الإخوان في الأربعينات تماماً، ولم تقم لها قائمة إلا بعد قيام ثورة 23 يوليو. يعني حتى عودتهم في 51 قبل الثورة بقليل كانت عودة ضعيفة للغاية. وعلى مدار 8 سنين وتناوب حكومات كتير على مصر، جه العصر بتاع حكومة النقراشي باشا اللي حصل فيه الحادثة الشهيرة بتاعت السيارة الجيب. وكانت السيارة الجيب هي المفتاح بتاع كشف كل العمليات فيما قبل. كشفوا ان العربية فيها اوراق خاصة بجماعة الاخوان المسلمين وذخيرة. القضية دي لما اتحكم فيها حوالي 14 واحد خدوا براءة، هم قبضوا على 32 واحد. 14 واحد خد براءة والباقي خدوا احكام من سنة لثلاث سنين. لكن الغريب ان بعد 4 شهور من القضية ديت نلاقي احمد كامل رئيس المحكمة والعضو اليمين بتاعه محمود عبد اللطيف ينضموا لجماعة الإخوان المسلمين. فيقول أحمد كامل: كنت أحاكمهم فأصبحت واحدا منهم. وبعد كده انضم ليهم التاجر اللي بعلهم العربية علي الطنبولي. والقضية دي اللي خلت النقراشي باشا في ديسمبر 48 ياخد قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين ويصادر المقرات وأموال جماعة الإخوان المسلمين. رغم إنكار البنا للتنظيم الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أنهم لما قبضوا على المجموعة اللي موجودة جوه السيارة الجيب لقوا ورق موجود فيه اسم حسن البنا. هنا بيجي سؤال مهم جدا: هل جوه التنظيم الخاص في أدوار لكل واحد موجود جوه التنظيم؟ هو طبعا ما كانش عضو مباشر في التنظيم الخاص، ولكن كان بيشرف عليه وبيمر عليه كل فترة، لأنه كان مشغول بأعمال الشعب، وفي نفس الوقت كان معين عبد الرحمن السندي بشكل مباشر، هو المسؤول عن التنظيم الخاص، وصالح عشماوي متابع للتنظيم الخاص مع عبد الرحمن السندي. كان ساعتها السندي صغير السن وشاب ربما في الجامعة، وكان حسب أنه مشغول أصلا بالشعب. ليه؟ عشان ينتقل الأشخاص المناسبين ويدفعهم للتنظيم الخاص، فكان مشغول ما بين الشعب وما بين التنظيم الخاص، فلازم كان يعين مسؤولية مباشرة لعبد الرحمن السندي ومسؤولية متابعة وتفتيش لصالح عشماوي، وهو كان بين الحين والآخر يتابع التدريبات وخاصة عندما يضم أعضاء جدد. وكانت حالة النيابة في القضية دي عبارة عن تجميعة لكل الجرائم اللي اتعملت خلال الثمان سنين من نشأة التنظيم الخاص. فأوردت النيابة اتهامات على مثلا قضايا مثلا اللي كانت موجوده في الفتره ديت: اتلاف الجماعه لاسلحه وسيارات الجيش المصري، تخريب المنشات الحكوميه والمراكز واقسام البوليس، استهداف حاره اليهود وسينما مترو، حطوا قنابل في السفارات والقنصليات اللي كانت موجوده، وتعطيل وسائل النقل العام. يعني كل القضايا اللي حصلت في الفتره ديت طلع اللي وراها الاخوان. القضايا دي اتحكم فيها على 17 واحد، كان من ضمنهم مصطفى مشهور المرشد الخامس جماعة الإخوان المسلمين، ومعاهم عبد الرحمن السندي مؤسس التنظيم أو رئيس تنظيم الخاص جماعة الإخوان المسلمين. في الحلقات اللي جاية هنعرف العمليات اللي قام بيها التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين. استنوا.